اليوم راح اتكلم على مشكله وايد تواجه الاشخاص اللي ماشيين على دايت ورجيم، اللي هي الاحساس بالجوع. ان مثلا لما يكون الشخص يبلش يسوي نظام دايت ويقلل من اكله، يلاحظ انه قاعد يزيد الجوع عنده ودائما وده ياكل او يخربط بسبب انه مقلل السعرات الحراريه. لكن هل هذه معناتها انه لازم اي شخص يسوي دايت لازم تحوشه هالشيء؟ تبي تعرفون؟ تابعوني. المفروض اي دايت انت قاعد تمشي عليه المفروض ما يحسسك بالجوع نهائيا، لان الجوع شيء طبيعي راح يخليك تخرب النظام الدايت او الرجيم اللي انت ماشي عليه، لان الموضوع يبي له استمرارية، والجوع او الاحساس بالجوع ما راح يخليك تستمر دائما بالدايت اللي انت ماشي عليه. طبعا راح اتكلم اليوم شنو الحلول او المشاكل اللي ممكن نحلها بالنظام الدايت اللي انت ماشي عليه عشان ما تسبب لك الاحساس بالجوع. اول نقطة، كمية السعرات الحرارية اللي قاعد تاكلها باليوم قليلة جدا، بمعنى ان وجباتك كميتها قليلة لدرجة ان تزيد الجوع عندك. لازم على الاقل تقلل بوجباتك بين 300 الى 500 سعرة حرارية من احتياجك اليومي عشان ما تحوشك هالمشكلة. طبعا راح اتكلم ان شاء الله شنو كمية السعرات الحرارية المفروض انت تحتاجها باليوم في مواضيع الثانية. النقطة الثانية، واللي هي كمية البروتين اللي قاعد تاكلها باليوم تعتبر قليلة. البروتين مو بس يعتبر مهم انه يساعدك على المحافظة على عضلات الجسم، ولكن ايضا ميزة البروتين يحسسك بالشبع اكثر، وايضا ما يخلي جسمك يخزن دهون بالجسم. النقطة الثالثة، واللي هي كمية الخضروات اللي قاعد تاكلها باليوم تعتبر قليلة. الخضروات مو بس انها تحتوي على فيتامينات ومعادن، لكن تحتوي على الالياف اللي تساعد الاحساس بالشبع اكثر باليوم، وايضا تحسن الجهاز الهضمي. النقطة الرابعة، واللي هي كمية الماء اللي قاعد تشربها باليوم جدا قليلة. قلة شرب الماء ممكن تأثر على عملية الحرق عندك، وغير هذا كله راح تحسسك بالجوع ايضا اكثر، لان تخليك ودك تاكل سويتات او حلويات، وايضا ودك تشرب شغلات تحتوي على نسبة عالية من السكر. نفترض مثلا انت مشيت على جميع الخطوات اللي ذكرناها لكن الحين تحس بالجوع. راح اعطيكم خطوات بسيطة تعتبر تساعد في تقليل الجوع لكن بفترة مؤقتة. حاول انك تشرب قهوة، خصوصا القهوة السادة من غير سكر من غير حليب، تساعد على كبت الشهية بفترة مؤقتة. النقطة الثانية، واللي هي حاول تاكل علكة او اللبان خالي من السكر، ايضا يساعد في كبت الشهية ولكن ايضا في فترة مؤقتة. خلاصة كلامي، الجوع ليس الاساس في نظام الدايت اللي انت ماشي عليه. المفروض اي نظام او دايت تمشي عليه المفروض ما تحس بالجوع نهائيا عشان تقدر تستمر عليه وايضا تحافظ عليه فترة طويلة. تبي تعرفون اكثر؟ تابعوني. لا تنسون تحطون لايك وسبسكريبشن حق قناتي عشان تتابعون مواضيع جديدة لها علاقة بالتغذية وايضا نزول الوزن، واشوفكم على خير.